أمام منتخب ناميبيا وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة هدف مقابل لا شيء. حتى أقرب الصم مدرستان متشابهتان على مستوى الأداء لناميبيا وكذلك منتخب جنوب إفريقيا. دقيقة الأولى صراحة تدخل شجاع بالرأس إلى الركنية. نعم كانت إفريقيا 88 تأهل للمرة الثانية على التوالي 88 عندما جزاء. دعونا نتابع هذه الركنية. هنا قصير على القائمية الأول عرضية من زواني لكن هناك صافرة بالمناسبة من الحكم الكونغولي. نعم اندارا يمثل الكونغو الديمقراطية في طاقم الحكام الذي يقود مباريات كأس الأمم الإفريقية. يساعد بفاتح تريم في مسار السنوات الماضية مع نادي غلاطا سراي. تمشي الكرة العرضية فرصة هنا مغربية العارضين عنه في وسط ميدان المنتخب المغربي. والنموذج لمن يتابع الدوري التركي ومسار نادي غلاطا سراي سيتني رائع جدا. لاعب ربما كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة عن دوره المهم جدا في المنظومة الهجومية. نعم أعتقد بأنه لا وجود لوضعية تسلل في الكرة الماضية. ربما هنا حدث مهم جدا عدم نوراديم رابط بالأداء الشجاع الذي قدمه في مباراة البرتغال في كأس العالم. بينية ممتازة ولكن وضعية تسلل راية مرفوعة على يوسف النصيري في نهاية المطاف. ضربة حرة غير مباشرة لمنتخب جنوب إفريقيا. هذه الإعادة مرة أخرى البينية. صدر الأداء الكبير يا حكيم يا زياج لأنه حتى الآن لم يقدم ولو 50% من الأداء الذي يقدمه. يواي آلي زميله مروان داكوستا الذي يأخذ صفة رسمية في هذه المباراة. سؤال نور الدين رابط على الجهة اليسرى والصانع اللعب حكيم زياج خلف يوسف أنصيري. مزراوي في أول صعود يلعب لحكيم زياج. اللعب مروان داكوستا بينما ثنائي الارتكاز كريم الأحمدي في القيادة مع مبارك بوصوفة. بلندا ربما يميل أكثر ميدان لمنتخب جنوب إفريقيا. طبعا هذا المنتخب اللي شكس واندفاع بدني وبالتالي ربما حكيم كانت بعض المعاناة في الجولة الثانية لذلك هذا والثاني. ولكن عموما ننتظر الكثير من الحذر من طرف كريم الأحمدي لتفادي الإنذار. هنا الكرة ضاعت على كريم جبهتي الدفاعية وكذلك في الهجوم ولكن نصير المزراوي ما شاء الله هجوميا في المساندة قوي. حكيم يلحق بهذه الكرة بصوفة للسلام من مبارك. يتقدم مبارك هنا لمسة في اتجاه لاعب نصير المكرر ولكن الأمنيات هنا أن نحقق الانتصار والتسع نقاط. نور الدين رابط في عملية استلام الكرة. التعادل والآخر يكفي من أجل المرور إلى المرحلة المقبلة. نصير المزراوي يلحق عند الكرة أم لا. البنين والتعادل في الجولة الثالثة أمام منتخب جنوب إفريقيا. صحيح حسابيا من مثل هذه التمريرات يا حاكم حذاري أمين مثل هذه التمريرات تمشي لمرابط. مرابط يحاول هكذا. هي خصائص اللاعب نور الدين مرابط الذي استحضرنا معه الملحمة البطولية أمام البرتغال. بينما الكرة لاعب زواني في دوري أبطال إفريقيا سان داونز. عندما أقول سان داونز أكيد نستحضر المباريات التي جمعت نادي سان داونز. يثبت بأنه الأحق في وسط الميدان أحق بالتواجد في منتصف الميدان. بينما كرة خطيرة خطيرة دي والمتابعة بعد ذلك إلى الركنية الثانية لمنتخب جنوب إفريقيا. ربع ساعة لبداية المباراة والتعادل لازال قائم في ثالث جولات المجموعة الرابعة. شوف الإعادة عملية التمويه في اتجاه لاعب موتيبا ولكن أيضا ردة فعل دفاعية ممتازة من طرف الركنية لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. المتابعة يعني خلي المهمة لبقية اللاعبين. نور الدين مرابط في عملية الاستلام. يلا يا مرابط يا مرة مرابط في عملية مسك واضحة والصافرة. نعم هل يكون فيها إنذار للاعب تونغو لاعب نادي أميان الفرنسي؟ هل كان ممكن الحكم يترك الامتياز للاعب نور الدين مرابط؟ حكيم نعم زياش سيرفع بكل تأكيد داخل منطقة جزاء. زياش مرفوع حارس المرمى. بعد ذلك ويليامز بالبوكس هنا وسط المدافعين يتمكن من إخراج هذه الكرة. الحكم يصفر خطأ. نعم كأفضل ثالث بالفعل لو نظرنا إلى حسابات المجموعات الأخرى. بارك بوصوفة في عملية الاستلام في صافرة وفي خطأ. حتى أذكر سريعا المنتخبات المتأهلة مدغشقر نيجيريا غينيا. بينما هناك إنذار بالفعل إنذار في هذه اللحظات. مصر أوغندا مدغشقر نيجيريا غينيا الجزائر كذلك ضمنت التأهل إلى جانب المغرب. وضعية مثل هذه الكرة حكم الكونغول يعطي الإشارة. مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء دائما خطيرة. فرصة يونس بلندا صاحب اليمينية. نعم
يونس بلند صاحب اليمين يشوف الإعادة. هنا الكرة ترفع بعد ذلك أحد المدافعين يغير اتجاهه، وصلك يونس بلند كما جاءت هنا باليمنى على الطائر، ولكن مرت عالية على مرمى الحارس ويليام. أهداف ولكن يونس بلند بالخبرة، ولكن ممتاز يا كريم، ممتاز يا كريم في عملية استخلاص الكرة. عندك المساحة، عندك المساحة يا حكيم. العرضية بخارج القدم ممتازة، بخارج القدم ممتازة، رائع ما قام بها اللاعب كريم الأحمدي في عملية القطع في وسط الميدان. وصلت سريعا للاعب حكيمي بخارج القدم. شوف كرة يلعب لحكيمي، حكيمي عملية المرور مع نور الدين مرابط، ممتاز يا مرابط. هنا لمسة في اتجاه بارك بوصوفة، يفقد التوازن تونس. نصور قرطاج تصل الكرة في الجهة اليمنى لفتاة المنتخب المغربي. حكيم زياش يلعب يونس، يونس يسدد. عملية إرباك الحارس المرمى، لأنه سنشاهد كثيرا نصيري في عملية إرباك الحارس، بينما كرة لا وجود لوضعية تسلل. بلا بلا فيها تسلل، هكذا يقول الحكم على مساعد الثاني. وجود وضعية تسلل أم لا؟ نعم، وسيمنحها لمنتخب جنوب إفريقيا فرصة. يوسف ينصيري، نصيري ممتاز 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 يا غانم يا سايس في عملية القطع، ولكن المساندة غابت للاعب يونس بلندا. محاولة المرور مغربي، إن شاء الله لا يشكل خطورة، إن شاء الله لا يكون خطير في الثلث الأخير، إن شاء الله لا يصعب المهام على مدافعي المنتخب المغربي وحارس المرمى منير المحمدي. هذه مشكلة جنوب إفريقيا، نعم، لا في المباراة الأولى ولا حتى في المباراة الثانية عندما فاز على ناميبيا لم يقع جماهير المصرية، ولكن لا ننسى بأنه حتى الجزائريون متواجدون في هذه اللحظة، بينما كرة مرفوعة المتابعة بعد ذلك إلى ضربة مرمى. يقول الحكم الكونغولي الجماهير الجزائرية كذلك حاضرة في المدرجات، لماذا؟ لأنه الجزائر تنزانيا المباراة التي ستجرى بملعب السلام أي بعد هذه المباراة. ولا ننسى كبية تمريرة لم تكن جيدة يا حكيم يا زياش في اتجاه لاعب نصيري، بعد ذلك ترجع إلى الخلف نحو إفريقيا. هذا الحدث القاري، بينما كرة في اتجاه لاعب مرابط، هذا السلام يا مرابط، لمن يا مرابط رفع أن سيقوم بالمراوغة، يمرر الكرة ممتازة ناحية لاعب نصير مع زياش. نصير المزراوي كرة ثمان تمريرات حاسمة، وهذه مباراة الثامنة في مشاركات الإفريقية، بينما الكرة العرضية بعد ذلك الدفاع. لعب واحد فقط من سانتوس، بينما فرصة خطيرة. مرت سالمة دياتو، مرت سالمة تو، ومن سدد بالقدم يا اليسرى. هذه الإعادة مجددا، التمريرة ثم تو باليسرى. شوف شوف هنا تركوا المجال للتسديد لحسن الحظ، أن الكرة مرت جاية وتسديد. يوسف نصيري كادف على هنا الضغط على حارس المرمى ويليام سولنا. كرة وفرصة، ممتاز يا نور الدين يا مرابط، يطالب بلمسة كرة لفائدة منتخب جنوب افريقيا. وصلت الى جهة يمكن كينزي، لكن غير ما سايس حكم شار الى تجاوز الكره الخط، وبالتالي تدخل من غانم سايس ثم مروان. خطيره، دي خطيره، حق عليها ممتاز يا زياش، يتقدم زياش هنا العرضيه بعيده 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 جدا على اللاعب يوسف النصيري. نعم، مجهود رائع قام به اللاعب زياش في عمليه المرور قبل ان يعكس هذه الكره، لكن كانت بعيده كل البعد. زياش حاب يعمل الكنترول، زياش حاب يعمل الكره بشكل مستمر. اللاعب كريم الاحمدي في وسط الميدان، على فكرة كان هناك ترشيحات بأن كريم الأحمدي لن يكون أساسيا في لقاء اليوم، سيتم إراحته ربما، ولكن في نهاية المطاف هو حاضر في التشكيل الرسمي. بينما شديد التسديدة، قوته في التسديد مشاهدينا الكرام في ظل صعوبة الاختراق. نعم، يجدون هذا الحل، وتحقق حتى الآن. وصلت الكرة لمنتخب جنوب إفريقيا، لكن بعد ذلك تمشي إلى الركنية. نعم، ركنية في يد الأثناء دايم. حاضر حاضر بتوجيهاته، بينما الكرة الأرضية اليسرى ناحية من هنا مباشرة العرض يا حكيمي، بالراس بالراس يا يوسف ينصيري، بالراس يا يوسف ينصيري. يا سلام على هذه العرضية، يا سلام على هذه العرضية يا حكيمي، أشرف حكيمي، هذه الكرات التي أنتظر منك يا أشرف يا حكيمي. مع حكيمي وحدة ممتازة، ممتازة العارضة، العارضة
تحرمنا من هدف في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. وان تو من اروع ما يكون، وان تو من اجمل ما يكون. حكيمي باليمنى يا سالم دي بروسيا دورتموند في بدايه الموسم الحالي، الموسم المنقضي. بينما كره بينيا، فرصه جول، فرصه جول. عودها له. تكررت الحكاية والرواية في تناغم بين نور الدين مرابط وكذلك لاعب يوسف أنصيري. نعم مرابط، السيناريو ذاته يتكرر، ولكن الاختلاف في الفعالية. يوسف أنصيري تتكرر الحكاية والرواية. شريط الكوت ديفوار يظهر الآن. حذاري من الكرات الثابتة، حذاري براس الكل المزراوي مرابط. مرابط العرضية، أنصيري لم تكتمل بهدف. دائما مساندة مرابط، الإمدادات تتواصل معك يا مرابط. امشي يا يوسف. سير أخويا. نبي الكرة مرفوعة، فرصة بركاتك يا مبارك. هل هلالك يا مبارك، بركتك حاضرة يا مبارك. بلمسة، بتسديدة، بكرة في مرمى الجنوب الأفريقية. هكذا أحلى قصة وأحلى انتصار. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.